ونؤمن بأن منهم ملائكة ينزلون وهم ملائكة الرحمة ينزلون على المؤمن ليقبض روحه، وأن منهم ملائكة العذاب ليقبض روح الكافر. قال تعالى عن أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في حق أهل الكفر: قال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة قبضهم لروح المؤمن وقبض ملائكة العذاب لروح الكافر في حديث البراء الطويل عند الترمذي وغيره، فهو حديث معروف مشهور. ونؤمن بأن هناك ملكا للموت، وما يقال إنه عزرائيل فإنه لا يثبت من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو متلقى من بني إسرائيل، إنما المذكور هو ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ولا يتعارض مع ما ذكرنا آنفا من أن الملائكة يقبضون روحه، والملائكة باسطوا أيديهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فتكون نسبة الإماتة إلى الله عز وجل نسبة أمر، لأنه هو الذي أمر بهذا، ويكون هناك ملائكة للموت ويرأسهم هو ملك الموت، أو كما جاء في حديث البراء أنه يعني ملك الموت يقبض روحه ثم لا تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها.